كابوريا البورسعيدي هتعمليها في البيت بطريقة سهلة وسريعة، هتعجبك جدا. تابعيني لآخر الفيديو عشان تشوفيها بتتعمل ازاي. شايفين؟ حلوة حلوة جدا جدا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة الكابوريا بطريقة سهلة جدا جدا. انا قلت المرة دي اعملها في البيت، كنت كل مرة بخليها تتشوى يعني في الفرن وكده، اما بشتريها يعني في السوق السمك وكده. فالنهاردة بقى قلت ان انا اوريها لكم هي بتتعمل في البيت ازاي بطريقة سهلة جدا. انتوا عارفين طبعا ان هي اليومين دول الكابوريا مبطرخة، موجودة، هو ده الموسم بتاعها يعني، فانا بحبها جدا فقلت ان انا اجيبها واعملها معاكم. بس لازم طبعا تكوني عارفة راجل يعني كويس عشان خاطر ما تتغشيش فيها، لانه طبعا ممكن ان انت تجيبيها وتفكري ان هي مبطرخة يعني وكده، وهي تطلع فاضية في الاخر كلها يعني. وده شكلها. انا بس عايزه اقول لكم معلومه، ان انتي هتعرفي الكابوريا اللي هي بتبقى مبطرخه ونتي ازاي عن الكابوريا اللي هي الذكوره. وبرده في مره تانية هبقى اجيب لكم الكابوريا الذكوره واوريها لكم برده. اول حاجه بيبقى اللي هو المثلث بتاعها ده كده عريض، انا هوريكم بس في واحده اوضح كده شويه. بيبقى المثلث بتاعها كده عريض زي ما انتي شايفين كده اهو، وبتكون مايله يعني للون الاحمر شويه او الاورنج عن الديكوره. الديكوره بتبقى ازرق، كلها زرقاء كده، وبيكون المثلث بتاعها رفيع. فهو ده الفرق بين دي ودي. وطبعا لما تيجي تنقيها، طبعا انتي طبعا بتتعاملي مع راجل بيكون يعني كويس وعنده ضمير يعني، عشان خاطر ما يغشكيش فيها ويديكي كابوريا فاضيه. بتبقى تقيله كده، تعرفيها ما بتبقى تقيله، تعرفي ان هي مبطرخه وفيها لحم، لان ممكن تكون زي ما قلت لك بتبقى فاضيه. وطبعا الكابوريا اللي هي النتي او المبطرخه ما بتبقاش كبيره قوي زي الذكوره. الذكوره بتبقى كبيره جدا وكلها لحم، طبعا بتبقى حلوه قوي قوي برضو. بس انتوا عارفين عشان احنا الايام دي في موسم البطارخ وكده، بتقعد فتره يعني قليله وبعد كده بتخلص، ف وبتبقى طعمها حلو قوي برضو. الشكال برضو في الايام دي برضو مبطرخ. برضو هبقى اجيب لكم في مره شكال مش هشويه في الفرن، وهجيبه هجيبه لكم واصوره عشان خاطر برضو ان انتوا تعرفوا بيتعمل ازاي في البيت برضو بطريقه سهله برضو سريعه. هو اصلا طريقه الكابوريا هي هياها طريقه الشكال والجمبري لما بيتسلقوا في البيت او بيتعملوا في البيت يعني، او بيتشوهم. هوريكم دلوقتي الطريقه. عامه احنا هنستخدم في الكابوريا المره دي برضو نفس طريقه الجمبري والشكال برضو. بصل، دول بصلتين مقطعهم، عايزه تقطعيهم شرايح تقطعيهم حسب التقطيع اللي انت عاوزاها. دول بصلتين كبار. معايا ملح وفلفل وشطه وكمون وكاري. هجيب حله على النار. طبعا انا شطفت الكابوريا دي كويس جدا جدا عشان لو فيها رمل ولا اي حاجه تبقى نظيفه يعني، شطفتها كويس. وهقوم دلوقتي هحط، اجيب حله على النار واحط كل ده فيها، وهتلاقي في 10 دقايق اكون خلصت. انا هوريكم دلوقتي انا بعملها ازاي. اوكي، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وانا بفرح جدا 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 بتشجيعكم وكومنتاتكم، بتخليني ان انا يعني اتشجع ان انا اصور اكتر واعرفكم على وصفات اكتر، حتى لو انتم مثلا عارفينها. اكيد طبعا في غيركم مش عارفها. هبدا بقى ارصصها كده في الحله. بس في حاجة، انا جبت هنا ورقة زبدة عشان خاطر الكابوريا ما تتحرقش، ولا كمان تخلي الحلة ان هي تتحرق. انا بس حاطة زي يعني ايه ورقة يعني عازل كده عشان احافظ على الحلة، وفي نفس الوقت الكابوريا نفسها هتتلسع وتتحرق، لان انتوا عارفين هي بتستوي بسرعة. هبدأ ان انا ارصصها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ومع كل بعد ما اخلص طبقه احط عليها احط بصل والتوابل بتاعتها زي ما قلت لكم، فلفل وملح وكمون وشطه. هحط بقى كده، ممكن اقطع البصل ان انا اصغرها شويه، احط برضو بصل كده. وبعدين احط بقى التوابل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هحط مثلا كده الكمون، ترشرشي بس كده، وارش شوية فلفل. بسم الله الرحمن الرحيم، كلها كده رشات بسيطة، ولان احنا هنحط في كل طبقة برضو هنحط تاني، وهحط الملح برضو، الملح والبهارات. بس كده انا كده حطيت الشطة والكمون والملح والفلفل والكاري، وابدأ بقى برضو ان انا اعيد نفس الطريقة تاني، احط برضو ان انا ارصص كده نفس النظام اللي انا عملته في الاول. هخلص كله وبعد كده ارجع لكم بقى اوريكم وهي على النار بتتعمل ازاي. خلاص كده هي بنات حطيت لها كل حاجة، التوابل بتاعتها وكل باقي البصل بتاعها. هبدأ بقى ان انا ارفعها على النار ووريكم بقى بتتعمل ازاي. والله بكل سهولة، سهلة جدا جدا وهتعجبكم، وبتبقى يعني طعمها غير الشوي برضه، يعني دي مختلفة عندي. بس كده حطها على نار هادية خالص خالص، ما تعليش النار عليها عشان خاطر تستوي من غير ما يعني تتحرق ولا حاجة. وحط لها حاجة اخر حاجة، كوباية من المية وبس كده. هبدأ بقى ان انا اسيبها على النار الهادية، واقول لكم بفضل بقى ان انا احرك كده الحلة وهي فيها بحيث كله يستوى بقى، يعني تبقى فوق تحت وتحت فوق بحيث كلها تستوى. انا هحركها لما تبدأ تدخل في السوا، احس ان هي بدأت تدخل في السوا كده، مش بتاخد وقت خالص على النار. هبدأ بقى ان انا احركها شوية كده، وبعدين كده تبقى خلصت خلاص. هوريكم بقى لما توصل للون الاورنج كده تبقى هي خلصت. طبعا بتحطيها على نار متوسطة وبتغطيها. انا نسيت اقول لكم موضوع الغطا ده، واللي بيحب يحط شطة يحط عادي يعني، بس انا ما بحطش شطة بصراحة يعني عشان انا ما بحبش الشطة. فهي كده بدأت ان هي تغير لون، لما تغير لونها خالص يبقى هي كده خلصت. بصوا حبايبي انا فتحت عليها كده، هي بدأت خلاص ان هي تستوى، وخلاص دخلت في السوا وخلاص قربت، يعني فضل لها حاجة بسيطة كده وتخلص. تعرفي ان هي خلصت من ايه؟ لما المية اللي فيها تبدأ تقل خالص، تنشف يعني. وشوفوا لونها غير ازاي بقى اورنج زي ما قلتلكم. شايفين يا حبايبي خلصت ازاي؟ بصوا حلوة ازاي اهي، خلاص كده شايفين لونها لما يبقى كده، يبقى هي خلاص خلصت خالص خالص واستوت. هبدأ ان انا بقى اشيلها من الحلة. وزي ما قلتلك في حاجة انا كنت عايزة اقولها لكم، انك تروكي الحله كويس جدا وهي مقفوله عشان خاطر يعني اللي تحت يبقى فوق واللي فوق يبقى تحت، او انت زي ما انت عاوزه ممكن تفتحي عليها وتعملي كل الكلام ده بايديكي او بمعلقه او حاجه، يعني عشان خاطر بس تغير اماكنها وتستوى من كل النواحي. خلاص اهي خدت اللون الجميل بتاعها، والميه بتاعتها نقصت خالص خالص، واخد كوبايه ميه بس. شايفين جميله كده، هطفي عليها واقدمها وافتحها لكم من جوه واوريها لكم. وده شكلها بعد التقديم، بصوا حلوه ازاي. جربوها وان شاء الله تعجبكم، والطريقه سهله وبسيطه جدا في البيت، وبتبقى طعمها حلو كده. برضو الفرن بينشفها، فدي بتبقى مش ناشفه الطريقه دي. جربوها وباذن الله تعجبكم، وبالف هنا عليكم يا رب. باي باي. هفتحها معاكم كده واوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تشوفوا بس استوت ازاي. بسم الله الرحمن، بسم الله ما شاء الله. شايفين مبطرخه ازاي حلوه؟ شايفين البطروخ بتاعها. انا هوريكم بقى الفرق بين الكابوريا النتي والكابوريا اللي هي الذكوره. دي كابوريا اللي هي الذكورة اللي انا بقول لكم عليها، شايفين بتبقى اللي هو المثلث بتاعها دوت، او الفتحة بتاعتها دي عاملة ازاي اهو. دي مشوية في الفرن، حتى انتوا تلاقوا اللي هي شايفين يعني لونها كده، يعني زي كأنها مثلا اتحرقت شوية. دي بقى اهو
عشان تشوفي الفرق بين ده وده. اهو دي اللي هي النتي اللي بتبقى مبطرخة، ودي اللي هي الدكورة اللي بتبقى نص. الفرق بينهم عشان تبقي عارفة بس وانتي بتشتري. ودي اهي ده البطروخ بتاعها، ما شاء الله جميل قوي قوي. دي اللي بتبقى مشوية في الفرن، بتبقى ناشفه كده، وبصوا بتبقى يعني ممكن تكون فيها حتت كده لونها بس كده اتحرق فيها لون، لكن دي اللي معموله في البيت شايفين حلوه ازاي، ما حصلهاش اي حاجه، عشان طبعا ورق الزبده اللي انا قلت لكم عليه اللي هو بيتحط في الاخر خالص، في اول يعني تحت كده، عشان خاطر يحافظ عليها ما يحصلهاش اي حاجه ولا تتلسع من الحله ولا حاجه. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وبألف هنا عليكم. عايز بس اوريكم البطروخ، والله كلها كده ما شاء الله جميلة جدا جدا. جربوها وبألف هنا، ومش ناشف كده وطري، شايفين طري ازاي مش ناشف، عشان معمول عشان ما شويتهاش في الفرن. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.